يوم مانيش مصدقه ليش امهات التوينز الكل كيف كيف. امي عندها فازه ديما تعملها لي كي يجيو الضيف تقولي اخر سلم على الضيف كل امي ما عينيش ماني ما نحبش شتعمل امي تجيبهم لي للبيت وانا نبدا نلبس السيرفيتمون معناها حالتي حليله تجيبهم لي للبيت صحيح وخلي كيما نهزش التليفون طليحت كيما نهز التليفون اش معناه يا ما سمعش يا مسكر ليه عند امي تختفت وقتلوني وحاسين قريب نحل التلفزه نلقى روحي في حقائق الاربعه تلقى تقرير في الحقائق الاربعه تقرير في حقائق الاربعه اب 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 كي هكا مثلا شنو اللي صاير مع ليليا علاش ليليا غابت اكثر من 30 ثانيه على الوالده نتاعها وين ليليا وين متخفيه هذا الكل تلقاوه نهار الخميس في الحقائق الاربعه وليليا تقع في البيت هي من با خرجت من الدار وديما عندها كلمه تقولي لي احكي لي راني امك نحكي لها نقول امي اي نلقى حكايتي في اخبار ثمانية والله انا قام في اخبار ثمانية مش مصدقه ليش امي كي تصلي تكون قاعده تصلي في امان الله راه ما صار شيء انا انت عندي تولي تصفق لازم اي لازم في خمسه دقائق امك تعرف ايش تحب الغاز ما يشعلش الباب ماهوش يدق ما تعرفش الله اعمل امك كي تصلي كيفاش تصلي ما فما شيء لا شيء صحيح وخلي عاد كي نحكي انا هي وخالتي في التليفون ما يوفيش تليفون انا نكبر ونخدم ونعرس وندخلوا في عام جديد وامي ما زلت تحكي في التليفون تعرفش وقتاش تعلق تليفون طارق وقت اللي يتعبوا ليه ما يتعلقش تليفون وقت التليفون هو يتعب وتحشار وقتها يعلق التليفون انا عشرة 19 سنين امي عشرة تبارك الله 19 سنين كل ما امي طيب جلبانه تستغرب كيفاش انا ما ناكلهاش تقولي واه صارت متكش جلبانه والله انا ناكل امي الجلبانه وامي ديما مش فلوسها فلوس المراه فلوس الليل نحب نسال المراه اللي انا بدي ما نعرفهاش اليومنا هذا ونقول لها يا اخي انت بعقلك تخدم وتخلي شهريتك عند امي سامحني وغلطت غلطه في حياتي عملت فظيعه مش نورمال غلطه الموسم ستري جرافسا لان عملت فيسبوك لامي اي هبطت مود باس ستوري استنى ساعه الكلمه ذي باش يتعدى اليوم باش ننقصوا في المونتاج معناها امي ما تسمعش ولا قاعد تسمعي تو انا نضحك التليفون باي قص برافو برافو برافو